لي الشرف صراحة أن أكون ضمن اللجنة المنظمة لهذا الملتقى في دورته الأولى تحت شعار أفاق الاقتصاد الأزرق بإفريقيا. وأنتم كما تعلمون ما لمدينة الدخلة من أهمية استراتيجية في قطاع الصيد البحري، ونأمل كذلك انطلاقا من هذا الملتقى الذي التأمت فيه 27 دولة من إفريقيا وأوروبا وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أن نؤسس أرضية لبناء صرح يتعلق بالدفاع عن قضايا الاقتصاد الأزرق في القارة الإفريقية، يؤمن مصالح هذه الدول في إطار الشراكة والتعاون مع الشركاء الأوروبيين والعالميين بصفة عامة. وكما تعرفون بأن المغرب ولله الحمد دخل في انخرط في استراتيجية ما يسمى بالمنشآت عولمة المنشآت المينائية مثل الميناء المتوسطي في الشمال، ونأمل بطبيعة الحال أن يكون لنا نشاط مينائي كبير في هذه القارة يعزز تواصل المغرب عبر إفريقيا وكذلك عبر الدول التي لها مصالح اقتصادية وتجارية في هذه القارة، بما يجعل هذا الفضاء الأزرق كما نقول البحري منطقة للتعاون والأمن والسلم بين الدول والشعوب، لما فيه أمنها واستقرارها وتحويل البؤر التي يمكن أن تكون للنزاعات إلى مناطق للتعاون وفضاء للانسجام بين هذه الدول. الملتقى الأول لرجال البحر هو ملتقى اللي غادي يوضح في القطاع ديال الملاحة التجارية والصيد البحري كما سبق اللي نتقد به، اللي غادي يوضح توضيح كاملا على رجل البحر. تتعرفوا رجل البحر هو الاساس كما تنقولوا لا في القطاع الملاحة التجارية ولا في الصيد البحري ولا على الصيد التقليدي ولا الصيد الساحلي. فإذا به خاص نكون من هذا الملتقى غادي يخرجوا ورشات ان شاء الله اللي غادي يعطوا واحد الدفعة قوية اللي غادي ترفع بالطبع لصاحب الجلالة نصر الله، وغادي ترفع رئيس الحكومة والوزارات الوصية باش يعرفوا اشنا هو الخلل اللي كاين. والحمد لله اللي احنا وفقنا الله عز وجل بجمع 27 دولة، ما ساهلاش باش غتجمعها وغادي تجيبها للمدينة الداخلة العزيزة عنا باش غتدخلها لنا، وكاين فيهم خبراء وفيهم مسؤولين وفيهم مستثمرين اللي غادي يبغوا يستثمروا في هذا القطاع، لا من ناحيه الصيد البحري ولا من ناحيه المعامل الصناعيه ولا من ناحيه البواخر ديال المسافرين او النقل البحري. فلهذا خصنا ما نضيعوهمش، وخصنا نكون واحد الودن صاغيه لمن طرف الحكومه اللي تصنت لهم وتعطيهم المقترحات وشنو هو الدفتر التحملات، وهذاك الدفتر التحملات خصو يكون في المحل ديالو ان شاء الله، ما يبقاوش يطلعوا واحد طلع ونعطوا ونجيبوا واحد الصوره كما دارت تونس. تونس خدت واحد المبادره اللي هي اعطات في الاستثمار البحري لا من ناحيه النقل ولا من ناحيه الصيد، وفقها الله عز وجل ومشات بعيد. اذا حنا بغينا نكونوا ندوا واحد الخبره من المدن المجاوره الدول المجاوره اللي تعطينا الدفعه ان شاء الله، ونتمنوا التوفيق وتكون واحد الودن ساغيه اللي تسنط لهذا الملتقى في توصياتي في الاخير ان شاء الله اللي غادي يكون. وشكرا.